هم يعرفون في حال الشدة يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك عندهم علم، ولكنها تكون أحيانا مكابرة عند البعض. ما هو الفرق بين النبي وبين الرسول؟ هناك فرق. النبي هو من أرسل ولم يطلب منه أن يبلغ هذه الرسالة، أو أرسل إلى قوم وهم يوافقونه على هذه الرسالة، هذا هو النبي. أما الرسول فهو أرسل إلى قوم ليبلغهم هذه الرسالة، وأيضا أنهم لا يوافقونه على هذه الرسالة فيحتاج إلى مجاهدة. ولذلك الرسل ابتلوا مع أقوامهم، ابتلوا وأوذوا، كل ذلك لأنهم جاءوا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وقد حصل من أقوامهم ما حصل في أذيتهم، ولذلك أوذي نبينا عليه الصلاة والسلام وكان بين قومه، فجاءهم بلا إله إلا الله ففهموها. ولذلك حال المشركين كما جاء في قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إذا هم يشركون. هم يعرفون في حال الشدة يلتجئون إلى الله سبحانه وتعالى، فلذلك عندهم علم، ولكنها تكون أحيانا مكابرة عند البعض، لكن فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.